الكرات هذه الطويلة في العمق هناك ممكن من المفاتيح في هاي الكرة هاي الكرة ما فيش وضع تسلل من هناك عرضية والهدف العارضة الأفقية تنوب عن الحارس القسنطيني رحماني في اللحظات الأولى ضغط كبير وين بن علجية هو اللي يسددها فعلا بن علجية ودائما هاي داخله والهدف الهدف الأول لصالح فريق شبيبة القبائل عن طريق مصباحي في الدقيقة 28 بعد الركنية السابعة لشبيبة تفتح باب التسجيل. الركنيات هذه كانت تشير هنا شفت تلت الشريفة ممكن بن شريفة ممكن عقب سيسي هاي عرضية هاي عرضية والهدف تعادل نحبها يعني هنا نلاحظوا الدهار يمر لسيسي شوف كرة عرضية داخل إمكانية الهدف الثاني أو الثالث في المباراة سيأتي بعد قليل والتصويب فعلها عبيد يا سلام والله لم أنهي أن الهدف كان سيأتي بعد دقائق كنت أظن ذلك ولكن لحظة انشاهد هاي كرة من دهار مرة أخرى تمريرة من دهار شوف توقيف الكرة والدوران والتصويب رائع. والهدف الثاني في منتهى الروعة تمريرة رائعة وهدف رائع من طرف عبيد ترى شوف هنا تمرير الدهار بالاكستيريور هنا الترويد تاع عبيد والدوران والقطفة يعني هدف جميل جدا وهنا مدافعي شبيبة القبائل هنا تساهلوا نوعا ما مع ولحد الان راه فائز اقول انه فائز والقائم وضيع دهار كاد ان يكون احسن لاعب لو سجل الهدف